إنه العيد الكبير. نحو 1.5 مليار مسلم حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. في مصر تحولت الساحات إلى أماكن للصلاة وسط تأفف من الحالة الاقتصادية. وعايزة أقول يا ريت الحاجة ترخص شوية عشان الشعب تعب شوية برضو، وعايزة أقول يا ريت الشباب يلاقوا فرص عمل يشتغلوا. وفي العاصمة الليبية طرابلس أدى الآلاف صلاة العيد وتبادلوا التهاني والأمنيات بمستقبل أفضل ملؤه السلام والوحدة. نتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله نتمنى السنة الجاية نكون كنا ويد واحدة وكلمة واحدة وبلادنا تكون أحسن إن شاء الله. أما في عمان فقد وقف مئات الأردنيين في ساحات الصلاة إلى جانب المئات من اللاجئين السوريين الذين اشتاقوا إلى بلدهم. ومن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آسيا، حيث تدفق مئات آلاف المسلمين الماليزيين إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد، وكذلك فعل الإندونيسيون والأفغان والفلبينيون الذين صلوا لأجل السلام في مدينة مراوي الملتهبة. هكذا كان حال عيد الأضحى من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، ورغم المآسي والموت يبقى العيد محطة للتفاؤل والأمل بالغد.